هذا وتملك مملكة البحرين مركزا متقدما على خريطة العمل الإغاثي والإنساني العالمي، مما يعكس حرصها على النهوض بمسؤوليتها في هذا المجال وتجسيد روح التضامن الدولي في الأزمات والكوارث. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الدكتور فوزي عبد الله أمين، عضو مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر البحريني ورئيس البعثة الدبلوماسية للاتحاد الدولي للهلال والصليب الأحمر. مساء الخير دكتور فوزي، أنتم تمثلون جهة ذات طابع دولي وأحد مبادئها هو الاستقلال، كيف ترون باستقلالية دور وتعاون مملكة البحرين معكم كممثل للاتحاد الدولي في تعزيز ودعم العمل الإنساني دوليا؟ مساء الخير وشكرا على الاستضافة. الحقيقة هذه هو اليوم العالمي للعمل الإنساني، وهو يوم مخصص للاحتفاء وتسليط الضوء على العاملين الإنسانيين والتذكير بمن ضحوا أنفسهم خلال عملهم الإنساني. والبحرين طبعا تشترك في الاحتفاء بهذا اليوم، والسنة هذه بوجود جائحة الكورونا طبعا هي تتجسد فيها كل معاني العمل الإنساني والتضحية، فلا بد أن نشير إلى الطاقم الطبي ونشيد به بكل أعضائه، الأطباء والممرضين والفنيين المختبر والكثير من يدعم ويساهم عملهم، نحن نعتبرهم متطوعين، وحتى إن كانوا يعملون بإجور فهم بمحض إرادتهم اختاروا هذا العمل، وهم قبلوا بالمخاطرة بالإصابة بالمرض من أجل إنقاذ الآخرين، فكل التقدير والاحترام لهم جميعا في البحرين وخاصة وفي كل بقاع العالم. احنا البحرين يعني صفة الرغبة في العمل الإنساني صفة متأصلة في شعب البحرين، واضحة على المستوى الشعبي والحكومي، نجد الناس كله يتواجدون ويلبون نداء في كل موقف يتطلب منهم الوقوف فيه. الهلال الأحمر البحريني يبلغ عمرها الآن نصف قرن، وتحتفل هذا العام بمرور 50 سنة من تأسيسها. هي المفوضة قانونياً وبتوقيع الدول في وثائق إنشاء الجمعيات الوطنية لتمثيل الدولة حكومة وشعبا أمام العالم، مثلها مثل كل الجمعيات للهلال الأحمر والصليب الأحمر. وجود الجمعية وانتمائها إلى شبكة دولية تتكون من 192 جمعية وتمثل كل دول العالم، يمكنها من أن تقوم بأدوارها بكفاءة عالية، وتتوفر لها كل المعلومات لاتخاذ الخطوات المطلوبة للاستجابة لاحتياجات المتضررين والمستضعفين حول العالم. أنا في البحرين لابد أن نشيد كما ذكروا الأخوة بكل الهيئات، وبالذات الهيئة الملكية للأعمال الإنسانية ومختلف الجمعيات الأهلية التي التحقت في ركب العمل الإنساني. جمعية الهلال سبقتهم بإنشائها من 50 سنة، إلا أننا نرى أن التراث الإنساني لمملكة البحرين يتكون من مجموع ما قدمته كل الهيئات والجمعيات والصناديق الخيرية والجمعيات المهنية من عمل إنساني مهما كان عمر إنشائها. فالمجال الإنساني كبير ويستوعب الجميع، وكلهم ساهموا في هذا التراث وكان لهم دور كبير فيه. نحن نجحنا على النطاق المحلي والإقليمي والدولي في الاستجابة لمعظم النداءات، وحصلت معظم الهيئات والجمعيات على إشادات عالمية بدورها، والبعض منهم منحت له جوائز تقديرية بهذا الشأن. والسؤال قد يكون يعني ماذا نستطيع أن نقدم لنكون أفضل؟ قدمنا الكثير، وكيف نستطيع أن نطور عملنا؟ التحدي المطلوب هو الارتقاء في مستوى التنسيق والعمل الجماعي، ولا نكتفي بالعمل الفردي، وهذا يعني حاليا لا يمارس بصورة يعني كاملة، ولا أتكلم بس عن البحرين، حتى على نطاق الخليج والدول العربية ككل. المجال مفتوح لتحسين هذا الجانب من العمل الإنساني، أن يكون هدفنا ليس فقط التواجد والوقوف مع المتضررين والمحتاجين، بل أن يكون عملنا ذو تأثير ويستطيع أن يقير أوضاع المستضعفين ويعيدهم إلى حياتهم العادية.
وهذا لا يتأتى بمجموعة عمل فردي، ويحتاج إلى توزيع الأدوار وتنسيق المهام وحتى الاختصاصات في العمل الإنساني. وعندنا أمثلة في دول كثيرة، الاتحاد الأوروبي وغيره، يعملون بعمل بصورة جماعية، يكون العمل الإنساني أقوى وأضخم ويترك أثر واضح ويمنع الازدواجية في بعض الأحيان. نعم. ويتناسب مع احتياجات وهذا الأطفال. ما نطمح إليه جميعا. الدكتور فوزي عبد الله أمين، عضو مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر البحريني ورئيس البعثة الدبلوماسية للاتحاد الدولي للهلال والصليب الأحمر، شكرا جزيلا لك.